لا سول 70 مجالها. مدركة كان السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز سيظل صامتا إلى ما لا نهاية. الرئيس محمد بن عبد العزيز احترم الدستور ورفض التعاطي مع النيابة ومع الشرطة ومع البرلمان، اللي ما لجنة تحقيق البرلمانية التي لا أساس لها من الصحة، لأن المادة 93 من الدستور تجعل فيه منعًا عن أي شد أخبار مع الجماعات كاملة. غير مدركة ولا يتم صامت. أنا شخصيًا لا أعتقد أن ذلك يعود إليه. وقبيل إشارة الأمثال ولا نرجع لهذاك، من يوجه من؟ المحامي هو اللي يدافع عن المتهم ويدافع عنه بالحق والقانون، هو الذي يوجهه وليس المتهم هو الذي يوجهه المحامي. غير كما يقول المثل لكليا اروى، احنا نعتول القانون وما يقوله القانون، هو حر في ذاك لا يعدل. ما نعرف كان ولا يتم صامت احتراما للدستور، والله كان لا يتكلم ظاهر لبعض انه، وهذا هون اشاره باطنه اختي نقولها، انه لا يتكلم بعد انه لا هي يطر ذاك ياسر من الامور. قال اندري مالورو ان اذا تحركت، اذا لاوعات الصين سوف يهتز العالم. حتى محمد بن عبد العزيز اذا تكلم ظاهر لي عن دور يهتز ياسر موريتاني. مدرسة كان لا يتكلم، والله الذي يفضل الصمت هو أدرى بذلك. يا رباط نختار وألا هل بلغت، والله من الشهد نختار بعد ننبه على أني ظاهر لأنه لا يتكلم عن الله يهتز ياسر من شي مفات تهتز.